بيقولوا بكرة أحلى وبكرة نهار جديد، كيف لا؟ وأنا عبكرة بفتح عيني على أطيب من قوشة زعتر. قصة نهاري ما فيها ما تبلش إلا بترويقة، ومن وين بدي بلش؟ من الترويقة البلدية الطيبة أو الحلو؟ ما فيك تقول منطقتي صغرتها وما تقول الكبة صغرتوية، ومع كل نوع منا في قصة وسر مخبى مع أهلها. وبعدك بتسأل ليش الطعم عنا غير؟ لأنه كله معمول بحب ونخوة وكرم، والأحلى الجمعة اللي ما بتخلص. بيخلص النهار والوعد بالرجعة القريبة لقصص جديدة وذكريات حلوة. صغرتها قصة ما بتخلص، وكل ما فتحت فصل فيها شوق بيزيد لفصل جديد.